بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. تعريف بشخصية زيغود يوسف 1921-1956. زيغود يوسف بعد استشهاد مراد ديدوش في معركة قرب ساماندو ولاية سكيكدا، قاد المجاهدين في معارك هجوم الشمال القسنطيني في 20 أوت 1955. كان من المساهمين في التحضير لمؤتمر الصمام، وانتخب عضوا في المجلس الوطني للثورة الجزائرية. سقط شهيدا في كمين نصبه العدو له قرب بلدية سيدي مزغيش ولاية سكيكدا في 23 سبتمبر 1956.